رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، اهلا ومرحبا بكم. الله اساله ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم واقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله ايها المسلمون في مشارق الارض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم الدكتور اسامه سليمان من علماء الازهر الشريف. اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله يا احمد، بارك الله فيك. صلى الله عز وجل ان يمتعكم بالصحه والعافيه وان ينفعنا بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، ان شاء الله تعالى نحن في انتظار اتصالات حضراتكم اليوم ان شاء الله تعالى. اقول الحمد لله المشكله قد حلت ونستقبل اتصالاتكم ليجيب عنها الدكتور أسامة سليمان خلال اللقاء بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيت كتابا صغيرا فيه صور أصنام بوذية عند بائع، فقلت له أن يحرقه فلم يستجب، وفكرت أن أتلفه، يتلف الكتاب بدون علم صاحبه، لكنه ارتاب ولم يفعل هذا، فماذا كان عليه أن يفعل شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أهنئ قناة الندى على عودتي لاتصالاتي مع المشاهدين. جزاك الله خير. بفضل رب العالمين تبارك وتعالى. الأمر الثاني، هذا يعني هذا منكر، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا كتاب يدعو إلى الشرك ويدعو إلى الانحراف في العقيدة الإسلامية، فينبغي على البائع ألا يبيعه أولا وأن يتلف. الذي اشتراه هذا أو الذي ليس له حق في أخذ هذا لا يحق له أن يحرقه دون إذن صاحبه، لا يحق له إلا إذا ملكه ولي الأمر من إتلافه، وده مش حاصل. مش حاصل. طيب الحل إيه؟ أنا ممكن أن أشتري وأجعل هذه الأموال حسبة لله عز وجل وأتلفه بعد أن أخذه، انتقل إلى ملكي، صار ملكي، أتصرف فيه كيفما شئت. تمام. هذا هو الحل. أما سوى ذلك فيؤدي إلى مفاسد عظيمة. هو لم يفعل الحمد لله رب العالمين. نعم نعم. وهو كويس إن هو ارتاب. أيوة نعم. لأن لو كل إنسان ما عجبوش حاجة هو بشرها بنفسه هتبقى فوضى. لا ده بص، نسأل الله العافية. يقول الفقهاء نعم. وإتلاف آنيات الخمر وآلات المعازف لا يجوز إلا بإذن ولي الأمر. هذا كلام معتبر في الفقه الإسلامي. نعم. يعني أنا رأيت خمارة أو آلة موسيقى، تمام، والفقهاء قالوا أو كلب عزك الله مثلا. إذا كان له صاحب لا ينبغي أن أتلف الشيء إلا بإذن صاحبه حتى لو كان حراما. شريط موسيقى غناء، شريط كاسة غناء عند أخي شقيقي لا يجوز أن أتلفه إلا بإذن صاحبه أو أن يمكنني من ذلك ولي الأمر، سوى ذلك يؤدي إلى مفاسد لا حصر له. ولذلك حديث الذي قال فيه علي أرسلني رسول الله باعتباره ولي الأمر، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. النبي هو الذي أمر عليا أن يفعل هذا، فلا يجوز لي من تلقاء نفسي أن أتوجه إلى القبر المشرف وأسويه أو إلى التمثال فأطمسه لأنني لست ولي الأمر ولم أمكن من ذلك. فالمفاسد المترتبة على هذا أخي أحمد لا حصر لها. جزاكم الله خير. دكتور أسامة، ما حكم إبقاء مال المنحة الدراسية في حساب البريد علما أنه لا يزيد مقداره، يعني مش هيبقى فيه فوائد ولا شيء؟ أشك فيها، أشك أن البريد يأخذ الأموال دون أن تزيد. لا، هي بالرغبة. إذا كتب رغبة أنه لا يريد أن يحصل على فائدة
فلا بأس ابدا ان يحفظها، فهذا وعاء حفظ فقط لا شمال لا غير. جزاكم الله شيخ كريم. ونذكر مشاهدينا الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور أسامة سليمان من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. هل ميقات الفجر صحيح؟ هذا السؤال أجبت عليه قبل ذلك. لا متكرر. ينبغي، بص يا أخي أحمد، لا ينبغي لعاقل أن يطعن في مواقيت الصلاة، وإلا صار يتلاعب. المواقيت حددت بعلماء متخصصين في علم الفلك. أنا لست من أهل التخصص، خلاص لا أتكلم في هذا. العلماء الذين حددوا المواقيت حددوها بناء على معايير علمية في الأفلاك، فلا ينبغي أن أخذ يقول ميقات الفجر غير صحيح، ميقات العصر غير صحيح، وأنت من؟ هل أنت متخصص؟ يقول لك لا، خلاص إلزم غرزك، قف عند حدك، تحدث فيما تفهم أنت فقط لا غير. ولذلك الطعن في موقيت الصلاة عبث ومضيعة للوقت. جزاك الله خير دكتور أسامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيت في المنام أن ابنتي التي لا تكمل العام سوف تكون غير صالحة، وأنها سوف تدخل النار والعياذ بالله، ولا تدخل ولا تخلد، بمعنى أنها سوف تموت على الإسلام، ولكنها مذنبة، وأثناء مرحلة النوم يأتيني آيات وأنا أشار إليه أو أشير إليها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يعني هي الرؤية دي، ده رؤية ولا شيطان ولا إيش؟ هو شيطان هذا. إذا رأى أحدكم ما يكره لا ينبغي أن يحدث به. إذا رأى ما يكره لا ينبغي أن يحدث به. الأخت تقول رأيت أن ابنتي في جهنم في النار. سلم يا رب. هل هذا يجوز أن تحدثي به أيتها الأخت؟ بالطبع لا. ادفلي عن يسارك واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحدثي احدا بهذا. وهذا امر من النبي عليه الصلاة والسلام، اذا رأيت ما تحب فحدث به من تحب، وان رأيت ما تكره فلا تحدث به احدا، والله اعلم. جزاكم الله خير دكتور. ام عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا اختنا، السلام عليكم. ان شاء الله. الصوت ضعيف جدا يا شباب في الاستديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك سامعني؟ اهلا ومرحبا يا ام عبد الرحمن، اتفضلي. حضرتك وتفضل القناه عليها ان شاء الله باذن الله. يا رب يسعدك يا اختنا، اتفضلي. ممكن اعطي الشيخ حضرتك سؤالين؟ نعم. السؤال الاول فضلتك، يعني تاخير الصلاه بلا عذر، يعني الانسان لما بياخر الصلاه بلا عذر، يعني سمع الاذان ولكن في حاجات زي هي التليفون، شغل المطبخ، فهل ده جائز او حرام؟ والسؤال الثاني بعد اذنك، هو يعني قطيعة الرحم، انا يعني في نيتي ان انا لما اقطع يعني بعض من رحمي، بس يعني في مشاكل، وانا في نيتي ان انا مش اقطعهم، بس لكن بيجي العيد، بتيجي مناسبات، مش قادره اكلمهم، لان هم مش عايزين ان انا اكلمهم، رافضين ان انا اكلمهم. نعم. ولكن انا من جوايا انا مسامحاهم، وانا مش غلطانه في حقهم، هم اللي غلطانين، بس مش عايزين ان احنا نكلمهم، ولا انا ولا والدتي ولا اخواتي ولا اي حد، هم رافضين كده، مرتاحين ان احنا بعيد عنهم. ربنا يهدينا جميعا. ماشي يا ام عبد الرحمن، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الاخت ام عبد الرحمن تسال عن مسالتين خطيرتين في غايه الاهميه. مساله الصلاه وتاخير الصلاه بغير عذر، وهذا يحدث من كثيرات من اخواتنا بسبب انشغالهن بالمطبخ او الهواتف او الاطفال او الدراسه والمذاكره، فما الحكم شيخي الكريم؟ بالنسبة للمرأة كما تعلم صلاتها في بيتها وليس في المسجد. وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها في أول وقتها. فالأولى لك أم عبد الرحمن أن تحرصي على أن تصلي الوقت في أوله، إذا ما أذن المؤذن فقد دخل الوقت. تأخير الصلاة ليس من صفات أهل الإيمان عن وقتها الأول، إلا لعذر، إلا لضرورة، إلا لمسوغ شرعي، في الحمام، قضاء الحاجة، أتناول الطعام، عندي ما يشغلني، فإذا صليت انشغلت به. لا، من فقه الرجل والمرأة يا شيخ أحمد ألا يصلي إلا إذا قضى ما يشغله في الصلاة. هذا كلام مهم. يعني بين يدي كبات ينسون كهذه في البيت، امرأة يعني، وتشرب اليانسون،
وأذن المؤذن، فإذا قامت إلى الصلاة انشغلت باليانسون، ظلت تتردد وهي تصلي تقول أخبار اليانسون إيه؟ حارته، تشتاق إليه، لا يا أختي اشرب اليانسون أولا ثم قومي للصلاة. هذا كلام فقه مثلا. ولذلك أقول احرصي على أن تصلي الصلاة في أول وقتها، إلا الطعام على النار إذا تركتيه حرق، افرغي أولا من صنعه ثم صلي مباشرة، لأن الواجب موسع في هذه الحالة أو محصور بين وقتين. من رحمة الله بنا أنه لم يجعل للصلاة وقتا واحدا، الصلاة في أول وقت وفي آخر الوقت، وبين هذين الوقتين الصلاة، وقت متسع. لكن أحب الأعمال أن تستديمي على الصلاة في وقتها، بارك الله فيك. نعم، جزاكم الله خير شيخنا الكريم، ولكن نعم. بلا شك أن تصلي على أول وقت وفي أول وقت أحب الأعمال. نعم، قلت هذا لأني بعض النساء هداهن الله وهدانا أجمعين. نعم أعلم شيخ الكريم. ربما تؤخر صلاة العشاء حتى بعد منتصف الليل وعند الساعات الأولى من الصباح، يعني بسبب النسيان. هل المرأة التي تنسى صلاتها وتقول أخ ده أنا نسيت، هذا تكاسل نعم. عن الصلاة، هذا تضيع لحق الله عز وجل. الذين هم عن صلاتهم ساهون، من رحمة الله أنه لم يقل في صلاتهم ساهون، وإنما قال عن صلاتهم ساهون. إيه معنى ساهون؟ غافلون، متكاسلون، مقصرون، مضيعون. إذن الله عز وجل قال فخلفا بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال بعض أهل العلم إضاعتها تأخيرها عن وقتها، أن تضيع الصلاة، أن تؤخرها عن الوقت الذي شرعه الله فيه، كأن يصلي صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل، أو يصليها في آخر الوقت دون عذر. جزاك الله خير شيخنا الكريم. مسألة قطيعة الرحم وليس في النية عند أم عبد الرحمن، لكن يبدو أن بعض الأقارب هم الذين عندهم الرغبة في مشاكل، لكن تأتي المناسبات والأعياد دون اتصالات من الطرفين، فما الحكم؟ هذا أخي أحمد بارك الله فيك، فيكم بارك، مما عمت به البلوى في بلدنا وفي سائر الأقطار الإسلامية. إلا ما رحم الله. نعم، إلا ما رحم الله عز وجل. أن تصل الرحم سلما قطعك الأخت عبد الرحمن، ليس الواصل بالمكافئ، بمعنى الذي يتصل بي أتصل به، ليس هذا هو الواصل، إنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. نعم، لي رحم أصلهم ويقطعوني، أعطهم ويمنعوني، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان الأمر كما تقول فلا يزال معك من الله حال حفيظ ناصر معين، وكأنك تشفهم الملة يعني التراب الحار. فأخت عبد الرحمن لابد أن تصل رحمك حتى لو كان ليس عندهم رغبة. أنا لا أقول لك في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل أسبوع وفي كل شهر، إنما لا تقطعيهم على في الأعياد، في المناسبات الطيبة، في رمضان، ورسالة السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله طاعتكم، كل عام وكل عام وأنتم بخير. هم يرفضون، يرفضون، لكن هي تؤدي ما عليها. بالضبط. نعم، من عصى الله فينا أطعنا الله فيه. لكن مسألة أصل هم اللي عندهم رغبة في عدم الاتصال بهم، لا لا لا، هم يتحملون الأوزار، لكن بالضبط. أنا لا أشاركهم في الوزن. أحسنت. طب شيخنا الكريم، لو في جار يقول لك بملء فيه لا تقرئني السلام، لما تشوفني ما تقولي السلام عليكم ورحمة الله. نعم، ويعني هل هذا يقال له السلام عليكم رغم أنه لا يريد منك أن تلقي عليه السلام؟ هو لا طلب منك هذا، فأنت معذور. طلب منك وإلقاء السلام سنة مستحب. الوزر على من؟ على الذي طلب، على الذي طلب طبعا. تمام، جزاكم الله خير شيخ الكريم. السؤال، حكم الاشتراك في شركة تأمين سواء كانت خاصة أو حكومية من خلال دفع قسط شهري للحصول على معاش أو مكافأة مالية بعد فترة من سداد القسط، وليكن 20 يعني 20 عاما مثلا، مع العلم أن المشترك لا يعمل أو لا تعمل في وظيفة تشترك في التأمينات فقط. شركات التأمين أسست على عقود أوروبية إيطالية ليس لها علاقة بالشريعة الإسلامية من بعيد أو قريب، بمعنى أنها عقود غرر، عقود جهالة، عقود فيها مخالفات شرعية كثيرة. ده تأمين معاش.
مش معاش ده بقولش بقول لا, لا لست موظفا. ما هو ليس موظفا لكن هو يعني يؤمن على نفسه من اجل الحصول على المعاش. شركات التامين على الحياه وكذا؟ لا لا لا, لا. هو السؤال حكم الاشتراك في شركه تامين سواء كانت خاصه او حكوميه من خلال دفع قسط شهري للحصول على المعاش. بص يا مولانا, ان كان الزاميا فعلى الرحب والسعه, ان لم يكن الزاميا فالاولى الترك. نعم, جزاكم الله خير. حكم كتابة وصية بعد أن يتم التبرع بأعضاء المتوفى, بمعنى المتوفى يطلب في وصيته أن يقوم الأهل أو الأقارب بالتبرع بأعضاء من المرضى الذين يحتاجون إلى قلوب أو إلى أكباد وهكذا. نعم, فيها خلاف بين أهل العلم, منهم من قال إنه يجوز للميت أن يكتب تلك الوصية لأن مصلحة الحي أولى من مفسدة الميت. هذا العضو سيفسد سيفسد وسيأكله الدود, أيهما أولى, الدود أم الأحي الذي سينتفع به؟ فقالوا لا, الحي, لأنه سيعود ينتفع به في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى, وهذا القول أميل إليه وهو الراجح والله أعلم. لكن بدون بيع ولا شراء؟ لا. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أختنا. طيب. نعم. لو سمحت, لو سمحت والله انا عايزه ادعم الندى. يا رب يسعدك, الله يحفظك ويحفظ الندى ويحفظ المسلمين جميعا. اتفضلي يا ام. أيوة. نعم. ابعت لحساب مكتب البريد ينفع؟ هو الارقام ان شاء الله تعالى لعلها تظهر قريبا, لكن لو معاك الرقم ينفع ان شاء الله تعالى. اصل بص انا كنت بعت قبل كده للاستاذ محمد كمال محمد نعم صحيح نعم كمال محمد. ايوه نعم نعم, بعت له عليه تاني. نعم نعم, اتفضلي يا امي, ربنا يسعدك ويجازيكم عنا كل خير. نعم صحيح, بارك الله فيكم وبارك الله عز وجل في كل من يدعو قناه الندى, صلى عز وجل ان يحفظها واياكم من كل مكروه وسوء, امين يا رب العالمين. نعم شيخي الكريم, اسال الله عز وجل ان يرزقنا الهدايه. المساله بيع الاعضاء كثر هذا في زماننا, ان ممكن واحد يبيع وهو على قيد الحياه بكلى الكلى. تمام, هل بيع الاعضاء كمن فعل في وصيته يحرم حرمة اكيده؟ نعم, ان تبيع عضو من جسدك لانه ليس ملكا لك. لا قبل الوفاه ولا بعد الوفاه. نعم, انما ان تتصدق به, أن تتبرع به, أن تهبه بعد الوفاة جائز. نعم شيخي الكريم. وقبل الوفاة إن لم يكن مفسدة عليك وضرر عليك. هذا الذي يحكم فيه الأطباء. أطباء نعم. نعم. ما الفرق بين العجب وبين الفرحة بهدية ربنا؟ هل في دلائل على هذا وهذا؟ وكيفية التخلص من العجب؟ العجب هو أن يعجب الإنسان بعمله, أن يدخله الرياء, أن يحب أن يراه الناس على هذا العمل, بحيث إن لم يره الناس قصر في العمل, ترك العمل, لم يتقن العمل, هذا هو العجب. بمعنى أنا أصلي فالناس تنظر إلي فأطيل في صلاتي وأجودها وأخشع فيها, فإن لم ينظروا إلي نقرتها نقرا وأسرعت فيها. هذا هو, لأنك تعمل العمل لأجل درياء رياء, وهو الإعجاب, والإعجاب والعمل بعد أن تفعل الفعل يدخلك العجب. ولا تمنن تستكثر. بمعنى إيه؟ العمل عندي ما شاء الله, أنا صيام صوام قوام, عملت أعمال كثيرة اليوم من الطاعات. لا 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 لا, قف توقف, مهما فعلت فعملك قليل وطاعتك لا تساوي النعم ولا المعاصي التي أنت فعلت. ولذلك قال سعيد بن جبير حينما سئل من أعبد الناس, من أعبد واحد, قال رجل ارتكب ذنبا فكلما تذكر ذنبه انكسر قلبه واعترف بخطيئته. نعم. واستقل عبادته. نعم. هذا هو العجب, نسأل الله العافية. نعم. هل يعني إنسان عندما يحب أن يلبس جديدا ويظهر بمظهر طيب ويكون يعني بين الناس نظيفا جميلا, هل هذا من العجب شيخ كريم؟ إني أحب أن يكون نعلي نظيف وثوبي نظيفة يا رسول الله عليه الصلاة. قال ليس هذا, ليس هذا من الكبر,
الكبر بطر الحق وغبط الناس، إن الله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى، يحب الجمال يعني نعم. إيه؟ إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولذلك قال أهل العلم في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، على الرجل أن يتجمل لزوجته كما أن الزوجة تتجمل لزوجها، فينبغي عليه أن يتجمل هو الآخر. نعم، جزاك الله خير. نعم كريم، إن الله جميل يحب الجمال. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكر المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات أننا نستقبل اعتبارا من حلقة اليوم إن شاء الله تعالى الاتصالات وهواتفكم، صلى الله عز وجل القبول والتيسير. نعم، غبنا عنكم قرابة يعني الشهر عن الاتصالات، وكنا نكتفي بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج، لكن الحمد لله رب العالمين حلت المشكلة بفضل من الله عز وجل، ونحن في انتظار اتصالاتكم. لعل البعض ربما يظن أننا لن نستقبل اتصالات اليوم، فلذلك أن أذكره في الحلقة تكرارا ومرارا. ما حكم السفر من الشرقية إلى القاهرة شيخ الكريم لطلب علم شرعي بدون محرم في معهد للنساء فقط، وتستغرق المسافة بالمواصلات ساعة ونصف طبعا. ونحن خمس أخوات نسافر معا، ولا تسافر أختي منا وحدها، وتم اللجوء لهذا المعهد لعدم توفر معهد للدراسة به في الشرقية، ولكن كل المعاهد بها الدراسة متأخرة من بعد العصر. نعم شيخي كريم. طبعا الشرقية لها فتوى خاصة باعتباري شرقاوي ما شاء الله. لها فتوى خاصة شرقية. الجواب نعم يجوز، فلا بأس على الإطلاق. صحبة آمنة وتنقل داخلي وسفر لا يقطع يوما وليلة، ولا حرج في هذا. ولا توجد امرأة منهن تسافر وحدها. بالضبط. هي يعني مجموعة من الأخوات. وكمان المسافة يعني. تقول وما هي المسافة التي يمكن السفر بدون محرم؟ ما هو الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما وليلة بغير ذي محرم. فالمسافة التي تقطعها في يوم وليلة بالبعير يحرم عليها أن تسافر بدون محرم. تمام. هي تقول بليلة. المسافة تقريبا حوالي 50 كيلو. لا تحتاج إلى محرم. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى أهلها في نفس المدينة وحدها وهي منتقبة؟ نعم، في نفس المدينة. نعم. الصحابيات كنا تجولنا في المدينة المنورة من مكان إلى آخر، لا بأس بهذا على الإطلاق. نعم شيخي كريم، خالي أراد أن يرى زوجتي وهي منتقبة، وأنا أبيت وأنا قلت لزميلي في العمل: هل اغتبت خالي؟ يعني هو يظن أن دي غيبة لخالي. يعني كان الأولى أن تستر على خالك. نعم، الأولى أن تستر عليه. في بعض الناس شيخ كريم هو من باب العشم، وممكن يكون الخال نفسه إنسان محترم. لا لا لا، أنا برضو يعني وأنت زي بنتي وأنا زي أبوك وحاجات كده. أنا بحكمة بالغة أقنع خالي: يا خال، امرأتي أوجبت النقابة على نفسها وتجلس معك وهي منتقبة، ويعني هي مش يعني مش ترفض، تتأذى حينما تخلع النقاب بين يديك، فنزولا على رغبتها إنما تأتي وتجلس معك، هذه حرية شخصية. نعم. وأنا هنا أقول يا أخي أحمد: كما أعطوا الحرية للعاهرات الساقطات، للغانيات الفاجرات في جامعاتنا وفي غير مكان، يعطوا الحرية للمنتخبات المحجبات، كما تعطون الحرية للحرية لمن أرادت أن لا تلبس شيئا على الإطلاق، وأن تدخل بملابس فيها الخلاعة والعري والدعوة إلى الفاحشة وكأنها لا تلبس شيئا على الإطلاق، تعطوها الحرية. لماذا تقيدوا حرية من أرادت أن تنتقب أو تلبس الحجاب؟ أنتم تقيدون المكيالين، ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف لا تفقهون؟ ماذا تفعلون؟ نار اتصلت بي وأنا قادم إليك حقيقة، يعني طالبة في الجامعة تقول: الدكتور إذا رأني منتخب بين يديه يتحداني وأرسب لثلاث سنوات متصلة. لا حول ولا قوة إلا بالله، قسما بالله وأنا قادم إليك على كوبري أكتوبر الآن. طبعا ليس كل دكتور في الجامعة يفعل هذا، يعني في عقول عندنا هذا هداه الله، عقول عندنا ما زالت. طيب يا دكتور، لماذا لم تتحدى المتبرجة السافرة العاهرة الساقطة التي تقيم علاقات مشبوهة مع كل المدرج؟ لماذا لا تتحداها يا دكتور؟ نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء أناس في قلوبهم مرض. نسأل الله الهداية. في قلوبهم مرض من شريعة رب العالمين. امرأة أوجبت النقابة على نفسها، وأنت إيه اللي مضايقك أنت؟ أنت إيه اللي مضايقك أنت؟ مالك؟ مش بتقول حرية شخصية اللباس؟ لا، لماذا اللباس حرية شخصية للتبرج وليس حرية شخصية لمن أرادت؟
ما لكم يعني تكيلون المكيالين، امور عجيبه وغريبه وتضارب وتناقض. طيب عمل يتطلب خلع النقاب، قلت لها يا اختي، انا قلت لها حقيقه، تقول الله ما استطعت، ما جعل عليكم في الدين من حرج، اذا اجبرت على ذلك انا اقول لك لا باس. البعض يقول تفصل من الكليه، يقول هذا البعض، او ترسب، لا، انا اقول وما استطعت فعل من المامور واجتنب الكل من المحظور. وهؤلاء سيحاسبهم رب العالمين. هدانا الله اياهم. في يعني في ناس كده وفي ناس فضلاء محترمون، اسال الله عز وجل الهدايه، لكن وقعه عين هذا يحدث كثيرا من البعض، الا من رحم ربنا عز وجل، وهو واقع مؤلم يعني تعيشه الامه بلا شك. نسال الله الهدايه للمسلمين جميعا. ربما هذا الذي يفعل هذا مع المنتقبه ربما يفعل العكس مع هذه التي ليست بملابس يعني اصلا، يعني نسال الله العافيه. وربما يعطيها الدرجات والامتحانات طبعا. من قام بفعل يقصد به الرياء ليشرح به مساله، لكن الناس يمدحونه حتى ظن انه يرائي. لا، مش ظن ولا شيء، هذا عاجل بشرى المؤمن ان يفعل الخير ويفرح بثناء الناس عليه لانه فعل الخير، لا باس ابدا على الاطلاق. فعل الخير الدافع فيه هل هو الناس؟ لا، هو الله عز وجل. لكنني افرح باسعاد الناس، افرح بثناء الناس، افرح بادخال السوري على الناس، لا باس على الاطلاق. فرجت كربا لمحتاج، عنت فقيرا، وقفت بجوار اخي فسعد بذلك واثنى علي. انا دافع للعمل يا اخي احمد، ليس هو نعم رياء الناس. طبعا الناس الذين كانوا يتصلون ربما غاب عنهم الموضوع، نحن في انتظار اتصالاتكم. ومعي أمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة الله، السلام عليكم. أختنا أمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أختنا، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك. أنا وقت التلفزيون وصلت يوم الليل، تفضل. قبل يوم الليل ففاتتني. نعم وقت التلفزيون. حاضر. نعم. وانا بصلي لحضرتك قيام الليل. ماشي. فاتني قيام الليل، فجيت طبعا بصلي الشفع والوتر بعد قيام الليل. بصلي. وطي التلفزيون يا أمة الله، الله يرضى عنك، عشان التواصل. فراح عليا تاني يوم العشاء اصليها امتى بقى الشفع والوتر؟ طيب. ها. حاضر. الشفع والوتر اللي هم بتاع اليوم اللي قبله. حاضر حاضر، شيخنا يجيبك باذن الله عز وجل. في سؤال اخر؟ في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام احمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا ام احمد، اتفضلي. عندي سؤال يا شيخ. اتفضلي. امي طردتني وانا عندي 3 سنين وتزوجت وانجبت ولدين، ولكنها تعاملني معامله سيئه مما مع اني اعاملها بما يرضي الله، حتى فرحي لم تحضره، وان زوجها رجل طيب. وذهبت الى الحج وعملت عمليه في قلبي، وان هي لم تسال ولا حتى بتحب تسال عليا خالص. وبعد كده انا بس خايفه من ربنا، خايفه بس هي مش بتعاملني معامله حلوه خالص، مع اني نفسي ارضيها. حتى لما بكلمها بتقول لي انا كان ليا بنت وماتت. لا اله الا الله. كنت ما تلتمنيش، والله انا اتمنى ان انا ارضيها، بس انا حتى هداها الله، هداها الله، ربنا يتوب علينا وعليه ام احمد ويصلح احوال المسلمين جميعا، امين يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم، امة الله تقيم الليل الحمد لله رب العالمين، لكن يبدو ان قيام الليل فاتها، او الشفع او صلاه الوتر فاتتها، فكيف تصليها في اليوم الثاني شيخ؟ حديث من نام عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا نام عن من نام عن حزبه الذي كان يصليه بالليل فليصليه شفعا عند الضحى. نعم. والوتر اقله ركعه، ثم 3، ثم 5، ثم 7، ثم 9، ثم 11. اقله ركعه. ركعه فرديه في الاخر. ركعه فرديه. والثلاث تصليها اما متصله بتشهد واحد، اما ركعتين وركعه. طيب، من اوتر ب3، الاخت الفاضله مثلا، تصلي شفعا.
النبي كان إذا نام عن حزبه بالليل شفعه بالنهار. يعني يا أختي أنت بتصلي 3 ركعات بالليل صلي 4 2 و2، بتصلي 5 بالليل صلي 6، بتصلي 7 صلي 8، بتصلي 1 صلي 2، وهكذا. طيب عاود الاتصال يا أستاذ إسماعيل. أخ أم أحمد مأساتها مأساة بصراحة أن الأم تفعل مع ابنتها هذا. طبعا من حقها أن تتزوج الأم لا بأس طبعا، وأن يعني تنجب أخريات أو آخرين لا بأس طبعا. لكن ما ذنب الأولى اللي هي الأخت المتصلة والأم تقول لها أنا كان عندي بنت أو عندي بنت وماتت وحتى لا تسأل عنها ولا تحضر ولم تحضر فرحها وما حكت وهي تخاف الله عز وجل، فماذا تفعل؟ هذه مأساة. نعم. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بولده وقال يا أمير المؤمنين إني أشكو إليك من عقوق ولدي، هذا ولدي يعقني. فقال الولد لأمير المؤمنين عمر أليس لي حق على والدي يا أمير المؤمنين؟ قال بلى. قال ما حقوقي عليه قبل أن أتكلم؟ قال حقك عليه أن يختار لك الأمة الصالحة وأن يسميك الاسم الحسن وأن يدفعك وأن يعلمك القرآن والقراءة والكتابة في صغرك. قال يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل من هذه واحدة، فقد اختار لي أما زنجية من أصل المجوسي وسماني جعلا، يعني خنفسة، سماني خنفسة، ولم يعلمني حرفا واحدا من كتاب الله ولا قراءة ولا كتابة. فالتفت عمر الرجل وقال عققته في صغره فعقك في كبرك. صحيح. فكما أن للوالد حقوق على ولده فللولد أيضا حقوق على والده، فهذه الأم تعق ابنتها، هذه الأم تظلم، هذه الأم لا تعدل، هذه الأم تجور، هذه الأم تتبرأ من ابنتها وتكيد المكيالين وتفرق بين الأبناء وتزرع الحقد في صدورهن لبعضهن، فلا تلوم إلا نفسها بعد ذلك. طب ماذا على هذه الأخت الفاضلة ولكن بعد هذا الاتصال؟ أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي. الله يخليك. بس كنت اسال الشيخ ان انا عايزه اعين مبلغ، يعني لو افتح دفتر توفير لاولادي كل شهر لو انا احط فيه 100 جنيه او كده، بس يعني ان ايه اللي هو الفوائد حرام ولا مش حرام؟ حاضر. موضوع النقاب لو سمحت، ان هم بيقولوا يعني في واحده عايزه هي لابسه النقاب بس متضايقه منه، تخلعها حرام ولا لا؟ حاضر. الله يخليك يا شيخ، شكرا. امان الله يا اختنا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم نعم شيخ الكريم، أم أحمد ماذا تفعل مع أمها؟ هذا موقف الأم طبعا بلا شك جور وظلم، فهل عليها أن ترد الظلم بظلم أم ماذا تفعل؟ من عصى الله فينا أطعنا الله فيه. نعم، كما قلت لك من أول البرنامج القاعدة، من عصى الله فينا أطعنا الله فيه. الأم تعصي الله في ابنتها، البنت تتقي الله في أمها، تطيع الله في أمها، لا تعاملها بذات المعاملة، إنما تعاملها كما أمر الله عز وجل، تمتثل لأمر الله عز وجل، والأم تأخذ من المعاصي ما تأخذ، نسأل الله الهداية، وترتكب من الآثام ما ترتكب. اللهم تب علينا يا رب. آمين. ربنا يرزقك الصبر يا أم أحمد، وأسأل الله أن يهدي أمك وجميع المسلمين. آمين. هل يجوز الصلاة للمرأة وهي متعطرة بعطر به كحول يا شيخنا؟ طالما أنها لا تصلي بجوار الرجال ولا تخرج من بيتها، للمرأة أن تتعطر لزوجها، وإذا وقفت متعطرة بين يدي ربها لا حرج على الإطلاق. لا، حكم العطر الذي به كحول. هذه الفتوى سئلها علامة بن عثيمين فأجاب رحمه الله أن نسبة الكحول في هذا العطر نسبة ضعيفة جدا، ويتحلل، يتحلل يعني إيه؟ يتحلل إلى العناصر ليظل كحولا كما هو. ومش هو ده الكحول بالضبط كده المحرم اصلا، كما يعني كما نقيس او نشبه بايه؟ بالسماد، المخلفات التي تخرج من البعير او الحيوانات ثم تستخدم في الارض كسماد، هي نجسه، حينما دخلت الارض تحللت وامتصها النبات في عروقه وفي ساقه وفي ورقه، فتحلل، استحال
الكحول تحلل في المكونات التي تكون منها فلا على الاطلاق. جزاكم الله خيرا. امرأة مريضة بالروماتيزم شفاها الله وعافاها من مرضانا، يجوز لها عند الوضوء أن تمسح على ملابسها بالماء، ولكن بعد هذا الاتصال من معنا؟ السلام عليكم. أيوة سلم، أنا نوح محمد من أستاذة مها اتفضلي. نعم يا أستاذة مها اتفضلي. والدتي تعبانة بالروماتويد وما تقدرش تقوم تصلي الفجر معظم الأوقات، وبتأخره لتقريبا للظهر، يعني كبيرة في السن عندها 70 سنة وما بتقدرش تقوم تصلي الفجر بسبب الروماتويد. نعم شفاها الله عافاها. الله يكرمك. فهي بتسأل يعني حكم الموضوع ده، هي طبعا زعلانة ان هي ما بتقدرش تقوم تصلي الفجر. يعني وهي ما بتقدرش، ففي معظم الايام بتأخروا لحد مثلا ما تقوم قبل الظهر بشوية تصليه. نعم. ايه الحكم في الموضوع ده؟ حاضر شفاها الله عافاها. حاضر. الله يكرمك. في امان الله يا اختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، هل يجوز المسح على الملابس بسبب في الوضوء بسبب الروماتيزم؟ ليس هناك مسح على الملابس، المسح على الخفين، المسح على الحجاب، على الخمار، اسف، مسح على الملابس يعني ايه؟ يعني مثلا ربنا يعافينا ويعافيك في روماتيزم في مثلا في جسمها، نعم، فالماء ربما يضر بها، نعم، فهل تمسح على تتيمم فقط؟ اما ان تمسح على العضو اما ان تتيمم. كيفية التيمم؟ ضرب الوجه والكفين، للوجه والكفين فقط. على أي صحيح طاهر؟ يعني مثلا على الجدران؟ على مكتب كهذا؟ التراب من الأرض أو؟ لا مكتب، لا ليس من التراب، ما فيهوش تراب، لا 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 ممسوح جيدا. لا 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 لا. طيب جزاكم الله خير شيخنا الكريم. أمة الله تريد أن تدخر بعض المال يعني لأبنائها الصغار 100 جنيه مثلا كل شهر في البريد بفوائد، فما حكم ذلك؟ أجبنا قبل ذلك عن هذا السؤال يا أختي الفضيلة أن الفوائد التي تؤخذ من البنوك وصندوق البريد حرام. تمام جزاك الله خير. السلام عليكم. الأستاذ سعيد السلام عليكم. أيوة يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا اتفضل. السلام عليكم. بارك الله فيكم. عايز أسأل فضيلة الشيخ ولك سؤال. نعم. ما حكم أو جواز الصلاة الركعة الأولية بأول آيتين في السورة والركعة الثانية في آخر آيتين في سورة واحدة بس، يعني ما كملش هو بعد آيتين الأولانيين، لا جاء بس الوضوح والليل إذا سجى ما ودعك بكرة وما قلى، والركعة الأولى الركعة الثانية آخر آيتين في الضحى ينفع؟ هي يجوز؟ عملت تركيز. نعم عملت. حاضر. يعني هو بدأ بآخر السورة أو رجع أو مثلا في البقرة، مثلا حضرتك ايه في البقره برضو بدا بايه اول ايتين في البقره الف لام ميم. بدا باول ايتين باول ايتين الف اول او مثلا لغايه ايه مثلا الف لام ميم ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين يؤمنون بالله وما انزل تمام. واضح تمام. الركعه الثانيه باخر البقره ينفع؟ طيب يعني في نفس السوره. حاضر في امان الله يا استاذنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. اذا التيمم. النقاب، لو امراه متضايقه من النقاب فهل لها ان تخلعه ام لا؟ هي متضايقه من النقاب، في احيانا نقول لك ضيق نفس، عيني بتوجعني، عندي رمض، مش عارف، عندي حساسيه على الانف، بعض النساء يقولن هذا. نعم شيخنا الكريم. والله اخي احمد كل هذه ادعاءات الشيطان يزينها لتخلع النقاب عن وجهها. تسمع بعضهن المرجفين والمرجفات يسمعون أقوال هؤلاء، منتقبات ساخطات، المنتقبات مش عارف منحرفات، المنتقبات يتسترن وراء النقاب، فقلبها يضعف وتقول لابد أن أخلع النقاب. يا أختي اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، أما وقد أوجبت به على نفسك فلا تنتكسي. لماذا تنتكسين؟ سبحان الله العظيم، نحن نقول للخليعة ارتقي ارتقي، ونقول للذي احتجبت وتمسكت والتزمت اثبتي حافظي يعني اثبتي وصلت إليه، لما لا تنقصي. سبحان الله العظيم، لا تسمعي لهؤلاء الرويبضة، هؤلاء الرويبضة
لا وزن لهم عند الله ولا عند الناس. تمام، لكن لا ليس لها بالطبع النقاب. نعم بالطبع شيخي الكريم. نعم نعم. ربنا يشفي كل مريض، امها مريضه بروماتويد، وصلاه الفجر لا تصلي الفجر احيانا وتصلي الفجر قرب الظهر، فماذا تفعل شيخ كريم؟ وطبعا غير راضية بهذا الفعل، ولكن بعد هذا الاتصال. نعم. أمة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت بسأل مطلع. يعني نعم، رجل يعني قال لمراته انت تحرمي عليا زي امي، هل ده يبقى يعني حكمه ايه؟ وهل يسأل عن نيته ولا ده يعني كده ظهار صريح؟ وبالنسبة لحكم الظهار، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فما حكم عدم الاستطاعة؟ يعني مقدارها ايه؟ يعني ازاي احكم هو يقدر او يعني يستطع او لا يستطع؟ يعني خصوصا ان هو يعني سنه يعني الى حد ما مش صغير، يعني مش شاب. طيب حاضر يا اختنا، امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، اسال الله عز وجل العفو والعافيه. فمساله انها تصلي الفجر امنا الكريمه مع الظهيره، يا اخي احمد، الطاعه بالتعود، والنفس كالطفل الذي يفطم، فاذا كان الطفل يرضع ثم اردت ان تفطمه ماذا يصنع في اول يوم بعد الفطام؟ يبكي. في اليوم الثاني يبكي، في اليوم الثالث يبكي، في اليوم الرابع يكف بكاؤه. فطم، تعود على عدم وجود اللبن. والنفس هكذا على حسب ما تعودها. أمنا الفاضلة تعودت أن تنام إلى الظهر، عوديها على أن تستيقظ الساعة الخامسة وصلي ونامي، عوديها على أن تألف الطاعة. يبدو أن الجو مثلا بيكون لظروف مرضية بالنسبة لها شفاها الله وعافاها، بارد أو إن لم تستطع فلا حرج عليه. إنما أنا أقول المسألة يسيرة، لو نامت بعد العشاء ستنام 9 ساعات متصلات إلى الخامسة. نعم متصلات. صلي أخير في الحلقة أستاذ إسماعيل، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك يا أستاذ أحمد؟ الحمد لله رب العالمين، أهلا مرحبا. والله كنت عاوز أسأل بس الشيخ أسامة، أنا حاطط فلوسي في البنك أبو ظبي الإسلامي بنظام المرابحة، فعاوز أعرف بس ده حلال ولا حرام؟ حاضر، شكرا، بارك الله فيك. تمام. لا يا استاذ وانا سعيد ان احنا اتكلمت والله مع حضرتك، وان احنا بنحب قناه الندى قوي. يا رب يحبك ويرضى عنا وعنكم جميعا يا رب، جزاك الله جدا خيرا، ونحن ايضا نحبكم في الله، ربنا يحفظكم يا استاذ اسماعيل. شكرين جدا. تمام. الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخي الكريم. استاذ سعيد، ما حكم من صلى الركعه الاولى باول الصوره او باول او ايتين في الصوره، وصلى في الركعه الثانيه باخر ايتين في السورة، وضرب مثلا بالبقره والضحى؟ لا حرج على الاطلاق، لانه قرأ مرتبا من اول السوره، اخذ ايتين او ثلاث ثم قرأ من اخرها بايتين او ثلاث. العكس غير صحيح. العكس غير صحيح. نعم هذا، لكن هذا لا باس به مرتب. نعم تمام، جزاكم الله خير. قال لزوجته انت تحرمي علي زي امي، فما حكم هذا؟ وهل يسأل عن نيته شيخ الكريم؟ لا يسأل عن نيتي، لأن ظاهر القول يحمل الظهار، أنت محرمة علي كحرمة أمي كما جاء في سورة المجادلة. الذي يسأل عن نيته تقريبا الذي قال أنت تحرمي علي دون أن يقول زي أمي أو مثل أمي. ما تقصد بالحرمة؟ لا، لكن هذا حددها، هذا شبهها بحرمة أمه علي، حرمة مؤبدة، فهذا ظهار واضح، حرمات المؤبدات. نعم تمام. حكم عدم الاستطاعة، يعني وهو رجل كبير يعني ولا يستطيع الصيام، وما الضابط في الاستطاعة شيخ الكريم؟ ربنا قال فمن لم يستطع، إن استطاع أن يصوم شهرين فليصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع أن يصوم شهرين بعدم القدرة يشق عليه الصيام، لا يستطيع لا يقوى على الصيام، يطعم 60 مسكينا. نعم، هذا إن كان شابا أو كبيرا ليس نعم لها نعم ضابط في السن. نعم نعم، القدرة الصحية، القدرة الصحية. نعم تمام. طب هب أنه صحيح البدن معافى بحمد الله، بحمد من الله عز وجل، ولكنه أطعم ولم يصوم. لا 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 يقبل منه. يصوم والصيام يحدث له مشقة ومرض، يبدأ وإقعاد في البيت، عدم قدرة على الحركة وعدم قدرة على العمل. الصيام يؤثر في صحته. كل هو ذلك يعلم من حاله هذا. هذا. تمام. مريض سكر. ربنا يعافيه. إلى غير ذلك. تمام. فلا يذهب إلى الإطعام إلا بعد. إلا بعد العجز عن الصيام. تمام.
استاذ اسماعيل يسال عن بنك ابي ظبي الاسلامي المرابحه فيه. انا اعرف بنك ابو ظبي ولي علاقه بهيئته الشرعيه، بنك يجتهدون في اقامه الشريعه، المضاربه والمشاركه والمرابحه انظمه اسلاميه معمول بها في البنك، فلا باس اخي اسماعيل على الاطلاق ان تضع اموالك طبقا لهذه الانظمه الشرعيه والهيئه الشرعيه الموجوده في البنك، هيئه معتبره محترمه ويجوز ان شاء الله تعالى. نعم، جزاك الله خير شيخ كريم. ما الفرق بين اقوال الرجال والوحي؟ هذا كلام مهم. يعني حينما ياتي رجل يقول من هؤلاء المجددين والمجددين والمجددات الاحياء منهم والاموات، مجددون في ايه؟ مجددون للتخريف، مخرفون، يحملون اسم مفكرين، هم مخرفون في الاصل. يقول مثلا لي قال الاحناف وياتي بقول، قالت الحنابلة وياتي بقول، قالت المالكية وياتي بقول، وهذا القول يعارض نصا صحيحا في السنة النبوية ويعارض نصا في كتاب رب العالمين. السؤال الآن، ما قيمة هذا القول أمام الوحي الكتاب والسنة؟ أنت تقول التراث الإسلامي فيه كذا وكذا وكذا، أقوال الرجال يا رجل تخضع للقبول والرد، أقوال الرجال تخضع للتمحيص وعدم القبول، وفيها الشاذ، لأن هناك عندنا من تعود أن يصدر الشاذ في الفقه الإسلامي. هو مشهور بكده، هو يتبا هو يأتي بالشواذ، يقول أنا بتاع لأنه شاذ في فكره، في فكره هو شاذ في فكره، هو يقول أنا أحب الآراء الشاذة. بص يا أخي أحمد، أقوال الرجال كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه، يؤخذ من كلامه، حتى ابن حنبل، حتى ابن تيمية، حتى الشافعي، حتى مالك، حتى الصحابة، كل يؤخذ منه ويرد، يؤخذ ويرد عليه. الصحابة يؤخذ من أقوالهم ويرد عليه، يرد على عائشة في أقوال، ابن عباس في أقوال، ابن عمر في أقوال. فلا تحتدي بأقوال الرجال على الشريعة الإسلامية. الكلام في الوحيين في الكتاب والسنة، وإذا لم تفهم معنى الآية قل لا أفهم، أو تفهم معنى الحديث قل لا أفهم، أتهم فهمي؟ لا تقول البخاري كذاب لأني مش فاهم. أنت مش فاهم قل أنا غبي مش فاهم، فهموني يا ناس ايه معنى الحديث. ما تقولش البخاري كذاب، الرسول سحر، الرسول كان بيحاول الانتحار، الرضاع الكبير، انت مش فاهم، افهم يا راجل. جزاك الله خير شيخ كريم. ويبقى السؤال الذي هو يطرح نفسه، هل في صحيح الامام البخاري رحمه الله ضعيف؟ شوف يا اخي احمد، هؤلاء لم يفرقوا عند البخاري بين امرين. البخاري اسمه الجامع المسند الصحيح، المسند الصحيح، ها؟ يعني احاديث مسنده مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، في صلب البخاري. هذه هناك معلقات، موقوفات، مقطوعات، ها؟ اشياء كثيره داخل البخاري، البخاري اوردها للحكم عليها بالضعف، يعني الامام جاء بها بصيغه التضعيف. هؤلاء ياتون له في البخاري، في البخاري، ده مش في البخاري يا رجل، هذا ليس في البخاري، هذا البخاري أورده للحكم عليه بأنه ضعيف. زي إيه؟ محاولة انتحار النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي، هذا حديث، هذا أثر ضعيف جدا، والبخاري حكم عليه. يأتي رجل مستشار أو غير مستشار، ليس له في البيع ولا في عير ولا في النقير، يضوف الفضائيات، البخاري، البخاري مولى الرسول بنتحر، الرسول، يا عم أنت مش فاهم، يا عم ارجعوا الزموا بيوتكم بارك الله فيكم، ادي العيش لخبازينه كما يقولون. انت مش فاهم المقطوع من المعضل من المعلق من البلاغات، انت مش فاهم، قول انا مش فاهم. طيب جزاك الله خيرا، يبدو ان الحلقه انتهت شيخ كريم. شيخ احمد واحد خلاص، الضغط ارتفع، جزاك الله خيرا، والسكر ارتفع، شفاك الله عافية، لان هؤلاء عاسوا في الدنيا الفساد، هدانا الله اياهم، وفتحت لهم فضائيات وعفنوا فكر الناس بافكارهم الشاذه. الله شيخنا الكريم، ربنا يرضى عنك دكتور اسامه سليمان، متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، ان شاء الله تعالى نلتقي بكم قبل الان بساعه من الزمن تقريبا غدا باذن الله تعالى اذا كان في العمر بقيه، ومعكم نستقبل اتصالاتكم. الحمد لله رب العالمين، والارقام تظهر تباعا على الشاشه،
وأيضا معكم نستقبل رسائلكم على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.